برحب فيكم أعزائي الطلاب بدرسنا المستقبل الصوتي. الأذن هي العضو الذي يستقبل الذبذبات الصوتية ويحولها إلى سيالة ترسلها إلى المخ. الأذن بكل تفاصيلها وكيف تؤدي دورها هو موضوع دراستنا بهذا الدرس. نبدأ منقول طبعا يعني صرنا فهمانين انه العضو الحسي هو يستقبل المنبه ويحوله الى سيالة عصبية. الاذن مثلا هنا تستقبل اللحن الجميل ويستمتع به هذا الشخص. فبداية ندرس أقسام الأذن يعني بنيتها التشريحية ثم نفهم كيف تؤدي دورها. تتذكروا لما عرفنا العضو الحسي إن مجموعة تراكيب توجد فيها الخلايا الحسية. الأذن هي عضو حسي يعني نموذجي مؤلف من تراكيب من أقسام، وكل واحد من هذا القسم له دور في أداء مهمة استقبال المنبه وتحويله إلى سيالة. أقسام الأذن: الأذن الخارجية، الوسطى، الداخلية. الأذن الخارجية هي اللي بنبدأ فيها، تتألف من الصوام، مجرى السمع الخارجي أو القناة السمعية الخارجية، تنتهي بغشاء الطبل. ما رح أحكي إلا عن غشاء الطبل، بحدد موقعه بقول يسد القناة السمعية من الداخل، يعني آخر القناة السمعية هو موجود، له شكل مخروطي مثل ما لكم شايفين تماما، ذروته تتجه نحو الأذن الوسطى. يتألف من ثلاث طبقات، هي بنيته هلأ. بالوسطى، الطبقة الوسطى، هنالك أوعية دموية ونهايات عصبية. هذه النهايات هي من تجعلنا نشعر بالألم عند تعرض غشاء الطبل لفروق في الضغط على وجهيه. طبعا يأتي الفرق في الضغط على وجهيه بسبب مثلا وصول أصوات عالية الشدة، فيصبح الضغط من هذا الجنب أكبر من الجنب الداخلي، فلذلك نشعر بالألم بسبب طبعا النهايات العصبية اللي حتتنبأ وترسل شعور بالألم. الآن نقول كيف تتثبت مكانه. كيف يتثبت مكانه؟ بواسطة رباط حلقي يدعى الحلقة الطبلية. إذا هذا غشاء الطبل، بهمني منه موقعه، مما يتألف، وهذا التعليل البسيط، وكيف يتثبت مكانه. طبعا الأذن الخارجية بدي أقسامها يعني بحفظهم سهلين، هدلول قدامها كتير. الأذن الوسطى، هاي هي الأذن الوسطى، هذا غشاء الطبل تنطبق عليه كل ما تعلمناه، مخروط ذروته نحو الداخل نحو الأذن الوسطى. تمام. هلأ الأذن الوسطى ندرس عنها أولا تعريفها. هي هي الأذن الوسطى، تجويف ضيق مملوء بالهواء، هاي تعريف. أهم من تعريفها محتويات. قال هي منطقتين، منطقة تدعى العلية وهي الموجودة بالأعلى، ومنطقة للأسفل تدعى الردهة. يعني هون قصدي هون الرأس من فوق وهون للأسفل هيك باتجاه الفم والبلعوم. فالعلية تتوضع فيها عظيمات السمع اللي بنعرفهم من زمان، بالترتيب هنين المطرقة، فعلا عظم شكله مثل المطرقة، له إيد ورأس متضخمة، السندان يلي هو بيتصل مع المطرقة برأس المطرقة وشكله أيضا مثل السندان
اللي بنشوفه عند مصلحين الأحذية، واتصل السندان مع عظم الركاب الذي يشبه عظم الذي أو الذي يشبه عفوا الركاب الذي يوضع للفرس من أجل أن يمتطي الحصان، الفارس يمتطي الحصان. فتلاقي له صفيحة هيك شكلها تقريبا دائري، وله عظمة مثل نصف الحلقة، والركاب من هون جايب اسمه، وفعلا هو شكله هيك. والصفيحة القدمية هاي من أولها لتغلق نافذة تتصل مع الأذن الداخلية، هلأ بنحكيها بعد شوي. إذن هاللون عظيمات السمع وأسماء، ولماذا هيك أسماء؟ يعني أسماء جاية من شكله. أصغر عظام الجسم هاي طبعا بنعرفها. هلأ بالأسفل لدينا الردهة، وهي تتصل مع قناة لحمية أو تفتح بقناة لحمية على البلعوم. هذا القناة اللي اسمها نفير أوستاش، قناة لحمية، تؤمن تساوي الضغط على وجهي غشاء الطبل، لأنه منها سيمر الهواء. فلذلك أنا عرفتها هي تجويف مملوء بالهواء، جايبة الهواء من هون. طبعا مهم جدا أن تكون مملوءة بالهواء حتى يكون هون، إذا كان فراغ هون مصيبة، ما هي كان من أول صوت بنسمع وينثقب غشاء الطبل. فلذلك هون في عنا هواء وهون في عنا هواء، هذا طبعا بيؤدي إلى تساوي الضغط على جانبي غشاء الطبل. مين بيأمن وصول الهواء؟ نفير أوستاش. إذا هاد الأذن الوسطى محتوياتها. قبل ما ننتقل للأذن الداخلية، في عنا فكرة حماية الأذن الداخلية. حماية الأذن الداخلية من الأصوات عالية الشدة كيف يتم؟ طبعا نحن بنقول انه قد تتعرض، مو قد، دائما تتعرض الاذن لاصوات عاليه الشده. وطبعا بنعرف انه الذبذبات الصوتيه هي امواج تحوي تمتلك طاقه، فاذا كانت الطاقه عاليه جدا فانها ستسبب مشكله للاذن الداخليه اذا وصلت بنفس الشده. فيجب حماية الأذن الداخلية، لأنه فيها مثل ما بدي أقول بعد شوي الخلايا السمعية الحسية. فتقوم الأذن الوسطى بما تحويه من عضلات صغيرة بحماية الأذن الداخلية من هالأصوات، وهي هالعضلات: العضلة الشادة الطبلية والعضلة الشادة الركابية. فالعضلة الشادة الطبلية وهي عضلة ترتبط بغشاء الطبل، عندما تتقلص فإنها تسحب غشاء الطبل والمطرقة الموجودة عليها نحو الداخل، بينما العضلة الشادة الركابية عندما تتقلص فإنها تسحب غشاء تسحب عظم الركاب، الصفيحة القدمية الركابية، نحو الخارج، يعني بعيدا عن الأذن الداخلية. وعملية السحب هي لجوا وهي هيك لبرا، فإنها تؤدي إلى تقارب سلسلة عظيمات السمع، وبالتالي يخف قدرتها على نقل الأصوات إلى الأذن الداخلية. يعني منقربها على بعض حتى نخفف من وصول الأصوات وطاقتها إلى الأذن الداخلية. إذن دور المهم بحماية الأذن هو هدول العضلتين. بدي أعرف كل وحدة وين مرتبطة، طبعا ما قايلين لنا، لكن بنعرف إن هي بغشاء الطبل ومنطقة اتصال غشاء الطبل مع عظم المطرقة. فلما بتتقلص بسحبهم نحو الداخل، هاي لما بتتقلص لأنها مرتبطة بحلقة اسمها الركابية يعني بعظم الركاب، فتسحب الصفيحة القدمية، يعني الصفيحة اللي قلنا عليها شكلها نصف، مو نصف، شكلها شبه دائري وهي من شكل عظم الركاب، تسحب نحو الخارج. تمام؟ إذن هاد هو الفكرة تبعنا. ننتقل للأذن الداخلية، لكن طبعا
بنتركها شوي هلا حاليا، وبنقول لكم شكرا لكم.